مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، ومعنا هذه الام المكلومه على بنتها. الله يحسن العوان، صعيب الحال انك تسمع ان الابن ديالك او الابنه ديالك الكبده ديالك كتعرض لواحد المحنه، وانت بينك وبينها يعني مسافات باش تقدر توصل، ما عندكش كيفاش انت تطير وتمشي عند بنتك ولا ولدك وتنقدو او لا تكون معاه او لا تساندو. الله يحسن العوان، الام كاينه هنا في المغرب، البنت كاينه في 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 بالديار الاسبانية مع الزوج ديالها، على حساب اللي غنسمعوا من الام دابا ان البنت ديالها كتعرض للعنف لفظي وجسدي وتحرمات من الرضيعه ديالها، وشكون مارس عليها هذا الشيء كامل؟ هو الزوج ديالها. كانت هنا خدامه مضيفه الطيران بعد خدمات باحد الشركات، تلاقات مع السيد زوجو قالوا نكملوا حياتنا في الاسبان، مشاو كاي زوجين يبدلوا حياتهم يقلبوا على حياه افضل او لا، المهم كل واحد كيفاش كيختار. فبالتالي هذاك الحلم اللي كان كل شيء تقلب ولا جحيم، والتفاصيل غنعرفوها مع الام. اليوم النداء اللي بغات توجه للام، قالت لك انا بغيت نداء يوصل للمغاربه الجاليه المغربيه باسبانيا، يديروا ليلى بنتهم ويتصلوا بليلى ويساندوا ليلى ويعاونوا ليلى، واي مغربي اتصل بها راه غادي يمشي لتما وغادي يشوف الحال والوضعيه المزريه اللي عايشه فيها ليلى. السلام عليكم. واخا الميكرو عفاك. اول حاجه التليفون ديالك. السلام عليكم. رقم التليفون. التليفون ديالي 06 80 20 26 89. عاودي. 06 80 20 26 89 الرقم ديالي. يعني كنشوفوا بعض التعليقات كيطلبوا الهاتف ديالك، نعاودوا التفاصيل. بداي ليا بالنداء، لمن بغيتي توجهي النداء ديالك. السلام عليكم. كنشكر الطاقم الصحفي اللي مخلين كيسهروا على راحتنا وعلى هذا، وكيجيو عندنا معطلين وكنعطلوهم، وهذا كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف الحاضرين والغايبين منهم، راه كنتبعوا النداءات ديالهم مع الناس وهذا، كنقراو كل شيء، كنشكرهم بزاف. انا واحد الام مكلومه بنت كانت هنا عايشه بحال كل شيء، الناس مشات لبرا خدامه قاريه، خدامه قاريه عندها طاقه انجليزيه، كانت كتعيش من احسن مكان، تلاقات مع واحد السيد هو ولد والدي تما، وهمها بان في كاتالونيا كاين شي امور ربما احسن من هنا او هذا، كانت ما خاصها حتى والو، لان كانت يلاه دايره رحله لبرشلونه بوحدها حره على مال الخاص، كانت باقا ما كتعرفوش، ومشات تما عجب هذيك المنطقه وداك الشيء، فضلت دوك الوراق او دوك الراحه اللي تما الله اعلم. هذا تزوجات، تزوجات مشات مزوجه منها، ها العقد ديالي ها هو العقد ديالها ديال النكاح ديالها هو عند الصحفيين، ها ورقه ديال الخدمه اللي كانت، ها كلشي الوثائق اللي عندي، ها هما كاينه، ها عنوانها في اسبانيا الله يجازيكم بخير. تيصوروا ليا صوروا ليا بان ما عرفتش نطقوا بالاسبانيه. ملي مشات المره الاولى كانت شويه، دابا تجاهد العنف ديالها مع هذا السيد كيخدم وتيجلس. وقعت شحال ديال الزواج بيناتهم؟ من 2018 هما مزوجين. مزوجين نتج على الزواج بنيتها، نتج على الزواج بنيتها، بنيتها دابا عام وثمان شهور. وشنو اللي واقع؟ شنو المشكل؟ شنو؟ ملي ولدات البنيته اللي هنا، السيد بدا كيتصرف تصرف غريب ما كانتش كتعرفوا فيه. انا ملي خدها من عندي وكيكون في هذا المحل كون هذا، كيقول لي ليلى غتكون اميره فوق عينيا، انا نشقى، انا ندير كل شيء، انا هي غير تجلس. مشات تما لقات الواقع مر، لا من حيت السكن لا والو، بعد مرات سكنات في هذا، نديروا كل شيء الناس في الاول هكا. الام ديال الزوج ديالها باقا بصيفتها كتشتغل داكشي، كتقول لها خاصك تساعديه، تيوقف على رجليه. هي مشات عندها الدريه وكان عندها فقر الدم، ما يمكنلهاش تشتغل وتقابل بنت وهذا في اي واحد، ما يمكنش تما، ما كاينش ميت تقبط ليا او خالتي تقبط ليا. دابا هاد العام تقريبا الاخير، سيت ماذا في العنف، العنف ديالو معاها كيكون نقاش على والو، على حاجه تصبنات او ما تصبناش او هذا، كتكبر كينوض كيبدا يهرس، هذا كيبدا يلعب الهاتف، ياخذوا ليها كيهرسوا، كيهرس المحل، راكون عندي دابا تصاور نصيفطهم ليكم، كيهرس ليها المويحل كله اللي فيه حوايج وبيبان وكل شيء، كيقطع ليها حوايجها، كيتناقشوا، كدوز واحد الموجه كدوز، عاوتاني كيتصالحوا كيخرجوا كي هذا، عاود كيرجعوا كتقول عندي البنت. مؤخرا لقاتو هز ليها الباسبور ديالها وهز ليها العقد الزواج ديالها،
والوريقة كي دات من عندها كانت دات هنا بيرميد كوندوير، دات عندها هذا كانت دات هذا، ما كيخلي لها حتى فلوس لا والو، عندها مول حانوت لتحت كيقول لها ما تعطيهاش الفلوس، تلاقات مع جارة في الباب تيقول لها ما تدويش معاها. واحد هذا انا هضر معايا قال لي ليلى ما خصهاش تخرج بلا اذن هذه، قلت له انت ما عايش عاد عمر بن الخطاب، يعني كنت خدام كتخدم معاك السيدات كيلبسوا الكاجول وهذا، مشى ذاك العصر اللي كنتي كتعرض، ما تدخليش اليوتيوب، قلت من اي حق تمنعها. انا تيقول لها ما تدويش مع الام ديالك يوميا، تيقول لها ما تدويش معاهم، هي كتخلي حتى كيجيو كدوي معايا كنقول لها ما تدويش معايا قدامه، هو داير جهاز التصنت كيتصنت كيسمع كلشي. ما علينا، دابا تمادى في العنف ديالو، داوها كانت غايبه في عيد رمضان مشات لعند امه فاطمه الدريه بغى يخليها تما، هي ما قواتش بالحماد ديالها والشيخه، قالت لي نرجعو، جات هي وعدوسه قالت لي نمشي نسوق بيه ولدي خايد لي بيرمي نسوق بيه حتى يعمل هذا. كان ساكن معاه واحد السيد جا من الشمال كان كيسوق بيه كلشي، كمل قرايته ومشى الله يسهل عليه، كان درويش حنا ما دار لينا والو، واخا كان ساكن معاه ما دار لينا حنا والو، حنا كنشوفو هذا. انا كنطلب نداء موجه لكل، لا شنو قلت لي خداو ليها البنت ياك؟ خدا ليها الوراق هما الاولين، قلنا ما كاين مشكل، قلت ليها دابا يصاوب لك ورق هذا، قال لها بات عندنا واحد نيبالي داليا هو غير هو اللي يهزو لها، خاف على تهز البنت وتهرب وتجي، هو حيت عامل مخالفات ما يقدرش يدخل المغرب. نعم عامل مخالفات ما يقدرش المغرب في الخزيرات هذا، وهنا عنده شيكات متسلسله ديال الناس هذا كيتسالوه اموال. نعم. منهم انا راه مخلي عندي شيكات ضمانه انا ما ندفعهمش ليه. نعم هذه 15 يوم هز البنت كانت موكا، هذا ملي جات مو نوضات نهار العيد الكبير نوضات نار جهنم على والو هذا، واحد النهار غتا هي باقا ما فاقت هز البنت قال لها حنا غادي خارجين، داو البنت لمدريد، هما المسافه فين كاينه في كاتالانيا فين كاينه لمدريد 1000 كيلومتر، داها بلادها قال لها حنا غايبين لمدريد. دابا البنت ملي كتقول ليه جيب البنت كيقول ليها انت كتخرج تبرك غير بزاف، كيقول لها انت ماشي ام ماشي مثاليه للتربيه، كتجي للدار ملي كيجي كيتخاصم معاه تيخرج، كيدخل الامام الجامع تيقول ليه مرتي ما كتصليش وهذا، قالت لي واش شتيني ما كنصليش، راه انت اللي هذا، انا كل واحد كيصلي، بنتي عامله الحجاب تما وكلشي. دابا هو تمادى في العنف ديالو، البارح ملي جاو من كتقول ليه جيب لي البنت، ملي عرف راسه مشات للشرطه غادا تبلغ بيه باش لا دخل يشدوه، جابوا البارح البنت دخلوا اول المصافحه شدات عدوسها ضرباتها، الاخرى ضربت الاخرى، وحده طاحت عيطوا الجيران على الشرطه جاوا داوهم، بنتي مشات بلا جلابه عيب او بلا هذا، كانت لابسه غير هذه، كانت كتوجد العشاء قالت لهم هما العائله المحترمه، مشاو للشرطه ملي رجعوا سد على الدريه في البيت كتقولي عطيني غير نشوف بنتي، كيقول لها ماشي بنتك ما ديريهاش ما عمرك تحلمي بها، كان داويا هي ام عرفتي قالت هز بريكه شعلاش عليها شعر في راسها. انا دابا تصاور قبيله مسحتهم من التليفون بلا ما نوريهم الناس هذا اليوم فاقت مو اول ما ضربتها ضربت بنتي براس زعزعت ليها فمها قدام سدات بنتي بلا تقول لها ما مشاتش للشرطه البارح كانت في الليل ولكن اليوم ضربتها مشات للشرطه ما عرفتش حيت ما عندهاش التليفون دابا خلي لها كطلب دري الا لقاتو دايزه وتا كتقولي عطيني ندوي في التليفون دائما كياخذ ليها التليفون ديالها دائما 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 عامله تجسس دائما فين عايشه دابا هي دابا كتعيش كترجع للدار ملي ما يكونش ملي كيكون كتخرج كتبات معاه كتبات كتسمع الاستفزاز وكلشي وكتقول واخا ملي البارح جابوا البنت وقالت غير هذاك خطف لها البنت من هذا وسد على بيت ومو نعسات بيت اليوم فاقوا مو البارح قدام الامام الجامع كتقول كلام نابي على بنتي الامام قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا اليوم فاقت ضربتها واش هي محمد علي كلاي ضربت بنتي بالراس واخا وبنتك علاش ما كتلتجاش للجمعيات تلتجأ الشرطه راه تما يعني راه المراه راه الحقوق ديال المراه تما مكفوله واخا بنتي ساكنه شويه بعيده ما كتعرفش تمشي بوحدها ما مخليش ليها الفلوس نهائيا الا حط في العشيه 5 اورو الصباح ملي كينوض كيقول لها كمي بها كيهزها ما كتلقاش 5 اورو باش كتخرج ما كايناش عندها ما عرفتش الجمعيه دابا هي حاليا فين كاينه برشلونة ها هو العنوان لا حاليا حاليا دابا هي في دار الزوج بيت الزوجيه ولا في شي بلاصه ولا ما عرفتيش دابا دابا لا ما نقدرش نقول لك لان قالت لي الصباح ضربتني خرجت مشيت للشرطه قالت لي فمي مزعزع بنتي كانت كتعيش عيشه الرفاهيه
صبرات القهره وقالت ما كاين مشكل، ولكن باش جيت الام ديالو وتكرفس عليها ماشي معقول. دابا كناشد الاخوه المغاربه اللي تما، كناشدكم من ام محروقه على بنتها، لانه كان عندي ناخذ طوبيس او كار او حتى هذا نمشي نطلب الناس ولو هذا ونمشي نحل في مشكل مع بنتي. لو كان كاين هنا غنتحاسب معاه بطريقه بالمخزن، حتى هنا عندنا حقوق، كون كان هنا غادي نلتجئوا حتى حنا للقضاء، ولكن تما غلب علينا، ولكن كاين رب اسمه كريم للجميع، حسبنا الله ونعم الوكيل. دابا كملت حتى امو اشنو بغات منها، باغات تمارس عليها العنف اللي تمارس عليها هي في ايام الستينات، كانت معلمه مع حناتها. حنا ما غندخلوش في هاد المتاهات، بغيتي المغاربه اللي في الجاليه المغربيه كان في اسبانيا، كنوجه نداء لكل من هو مغربي او عربي او حتى اجنبي يوقف مع بنتي تما. هالعنوان غنقولوا لكم في هذا، لانني انا مشويه على بنتي وبنتي ضيعت بنتها وباقي متمادي في الطغيان ديالو. كنطلب من الناس اللي كيعرفوا جمعيات غير يديوها، ما كنطلبوش صدقه او ماديا، كنطلبوا الجمعيات يوقفوا مع بنتي يوجهوها، يديوها للناس اللي هذا اللي يكونوا قدام منها تما، يوجهوها للجمعيات. هذا نداء من ام تحرمت من بنتي، هذه 4 سنين حرمني منها، وصدق الكلام اللي كان كيقول كله كذوب، كله كذب كذب كذب، يعني راجل بياع كلام. صافي هذا هو الكلمه اللي غنقول لك، بياع كلام. حسبي الله ونعم الوكيل. والام ديالو انا اللي قدك، لو تلاقينا الظروف احنا اللي كنعرفوا القدنا، وانا واخا ما غاديش نتحارب معك لانك انت كتسمي جدات ابن الحفيده ديالي. الله يسامح عليك الا كاع بنتي غلطات، حس بها ولو غلطات حس بها. هذا انت زايده فيه، ولدك من جهه وانت من جهه، حرام عليكم. كنطلب دائما من الناس الاخوان المغربيين او اللي كيف ما كان نساء او رجال او هذا شيوخ او الشيخ ديال المسجد، او كنطلب منكم نداء، كنوجه رساله لكل من هو انسان سمع هذا الفيديو. دابا هي امو كتعاني كتقول لها امك راه غادا تمشي تشوف تي في، باغا شو انا بغيت. كنطلب الانسان وكنطلب الانسانيه وكنطلب الناس اللي ذوي القلوب الرحيمه. هاد السيده تجردات من الانسانيه ديالها، ولكن كاين الله اسمه كريم لكل واحد، على كل واحد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذا جاءكم فاسق بنبأ الولد مليون الف كذاب. لا بلا ما نبقاو، انت وجهتي النداء ونتمنوا النداء يوصل كيف تبعتيه معنا. هاد الام وجهات النداء للمغاربه اللي في اسبانيا، كذلك الجمعيات التي تعنى بقضايا المهاجرين وبمشاكل المهاجرين، انهم اتصلوا بالابنه ديالها ويقدموا لها يد العون. سمعتوا على لسان الام كتقول ان الابنه ديالها تما الزوج ديالها كيتعدى عليها هو والام ديالو. سمعنا للطرف الاول ما سمعناش للطرف الثاني. كنتمنوا ان النداء ديال هاد الام مسكينه يوصل، وكنتمنوا ان ليلى تكون بخير، ومره اخرى نتمنى خير باذن الله تعالى. دمتم في امان الله، الى اللقاء. العنوان ديالك، العنوان ديالك.